الحقيقة أنا اللي عايز أشكر دكتور مايا على تشريفها هنا لينا هنا النهاردة. والحقيقة أنا رحت بصيت معاها، كانت بتبص على المعرض بتاع الأسر المصرية، حاجة رائعة وحاجة جميلة. وأنا بدعو كل الناس إنها تيجي تزور المعرض، لأنه يعني الـ 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 الحقيقة إن دي كل ست مصرية وكل أسرة مصرية تعبت في البرودكتس بتاعتها، تستاهل إن احنا نروح ونزور المعرض. دكتورة مايا، احنا يمكن تعاوننا مع دكتورة مايا من أيام المجلس القومي للمرأة، وزي ما هي قالت قبل كده احنا عملنا مع بعض مسلسلات، واعتقد المسلسلات دي ساهمت في قوانين كمان. ويعني الحقيقة التعاون مع الدكتور مايا ما بيتوقفش، التعاون مع الدكتور مايا مثمر، ودايما في اهداف، واهداف واضحة واهداف للتنمية. والحقيقة احنا بنبقى سعادة في التعاون ما بيننا وما بين دكتور مايا ومع وزارة التضامن كمان. بس يا دكتور مايا، ومتشكرين على حضورك على بقى.